تابع بس سريعا مؤتمر لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، مذكرة تفاهم دلوقتي بين موانئ البحر الأحمر وشركة CRBC الصينية للطرق والكباري لإنشاء محطة هنا بنتكلم متعددة الأغراض بميناء سفاجة ونويبع. في أمريكا امبارح حادث السكة الحديد اللي راح ضحيتها حوالي 77 إصابات بالغة في ولاية واشنطن اللي هي تعتبر أكبر طلع المسؤول الأمريكان قالوا إيه؟ قالوا إحنا يجب أن نحدث البنية الأساسية بتاعتنا. فإحنا عمالين نتكلم بقالنا 7-8 شهور نتكلم على تحديث البنية الأساسية، وهتسمعوها مننا كتير جدا إن الحقيقة دي مسألة أصبحت مسألة في منتهى الأهمية عشان الاقتصاد وعشان الأمان بتاع أهلنا في مصر. المشروع الثاني حقيقة اللي برضو احنا النهاردة بصدده هو مشروع ميناء نويبع. ميناء نويبع برضو بيلعب دور كبير جدا اللي هو واقع طبعا في نطاق محافظة جنوب سيناء عند معالي الوزير خالد على خليج العقبة، وده حقيقة هيبقى في منتهى الأهمية لأن هيكون أول محطة متعددة الأغراض برضو في الزون ده، ودي هتلعب دور كبير جدا في الربط ما بين المشرق العربي والمغرب العربي، ان ما فيش مشروع بهذا. وفي نفس الوقت هو واقع برضو على طريق الحرير، عشان كده احنا معانا برضو شركائنا الصينيين شركه CRBC اللي هي تشاينا رودوي اند بريدجز كونستراكشن. المشروع ده برضو هيبقى مالتي بيربز او محطه متعدده الاغراض للحاويات وبرضو للجنرال كارجو. الميزه بقى في المشاريع اللي احنا بنتكلم عليها دي ان عندنا هينترلاند او عندنا ظهير خلفي هيبقى مهم جدا كمنطقه لوجستيه، هيبقى مهم جدا للصناعات الصغيره اللي هي برضو الصناعات التجميعيه والاسمبلي والبراندنج والكلام ده، بيبقى فيه مناطق لوجستيه وفي قيمه مضافه بتطلع، هتشغل يعني كميه من الناس لا باس بها ابدا. احنا حقيقة ان شاء الله يعني بنأمل ان هذا المشروع اللي هم استثماراتهم قد تصل الى مجموعهم الى حوالي 750 مليون دولار. احنا بنتكلم عن المشروعين دول لوحدهم 750 مليون دولار. طبعا هيتعاملوا ان شاء الله مع الجانب الصيني، هيبقى في نوع من مش بس APC، هيبقى في نوع من الاستثمار ان شاء الله دايركت انفستمنت ما بيننا وبين الجانب الصيني. واحنا حقيقة يعني بننظر، ومرة تانية بؤكد ان هذا المشروع ده بيوطد الاواصر ويقوي العلاقة اكتر واكتر ما بين دولة مصر ودولة الصين. يعني ده كلام برضو محترم وإيجابي، الواحد بيفرح لما يسمع أن في مشاريع بتتم وفي اتفاقيات على أرض الواقع، مفروض أن مردودها برضو إن شاء الله في القريب العاجل يكون باين وواضح للمجتمع كله، وكمان ابتدى أن هو ينعكس كمان على المستوى بتاع المعيشة. خلينا نروح لفاصل.